العالمي الحديث الابرز اكيد عن ليونيل ميسي. واضح ان الحديث ده هيستمر معانا على مدار اسابيع لحد ما يتم حسم هذا الملف، خصوصا في ظل تضارب الاقاويل بخصوص احقيه ميسي في فسخ تعاقده مع برشلونه، ام يجب على النادي الراغب في ضم برشلونه ان هو يدفع 700 مليون يورو شرط جزائي في عقد اللاعب مع النادي. لكن التفاصيل دي اكيد هنتكلم عنها بشكل اكبر من خلال الترند العالمي، ونبتدي باحد البرامج الاذاعيه لاذاعه كادينا سير في اسبانيا، واللي اتكلموا قالوا على تويتر قالوا ان يمكن لميسي ان يفسخ عقده مع برشلونه بعد انتهاء الموسم، هو خلاص الموسم انتهى هناك دون دفع الشرط الجزائي. لكن تعالوا نروح للخبر اللي بعده، وهو خبر معاكس تماما، وده من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الاسباني لكره القدم، واللي بينفي فيه إمكانية ميسي فسخ تعاقده، وقال كمان وأعلن طبقا للعقد وبعد ما اطلعوا عليه إن لا يجب على النادي الراغب في التعاقد مع ليونيل ميسي إن هو يدفع الشرط الجزائي كامل لفريق برشلونة، والشرط الجزائي بيتمثل في 700 مليون يورو. ما أعتقدش إن في نادي طبعا يقدر يدفع الكلام ده، هيبقى أمر غير منطقي إطلاقا. أكبر صفقة عارفينها طبعا صفقة نيمار مع بي إس جي، لما دفعوا الشرط الجزائي مع برشلونة حوالي 220 مليون يورو أو 222 مليون يورو على ما أتذكر، الكلام ده كان من سنتين. لكن 700 مليون يورو ما فيش نادي اكيد هيتجرأ ويقدر يدفع المبلغ ده، لان مبلغ كبير جدا ومبلغ تعجيزي في الشرط الجزائي بالنسبه ليونيل ميسي. طيب الخبر اللي بعده لسه الكلام على ميسي، وده لشبكه سكاي سبورتس على تويتر، واللي نشرت خبر بتقول ان ميسي ما راحش النهارده للتدريبات بتاعه برشلونه وما عملش المسحه بتاعه بدايه الموسم، والنهارده كان المفروض يبقى فيه طبعا مسحه بالنسبه للاعبي برشلونه. كل اللاعبين ذهبوا زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو ده، كلهم راحوا، لكن كان جمهور برشلونه في انتظار وكانوا على امل حضور ميسي عشان الامور يعني هي ترجع طبيعيه نسبيا، يعمل المسحه تحسبا لاستكمال الموسم. لكن واضح جدا جدا ان هي كانت رساله من ليونيل ميسي للتاكيد على رغبته في الرحيل عن برشلونه، سواء بقى الموضوع بيتعلق ببارتوميو ان هو يكمل كرئيس للنادي او حتى يستقيل، ده مش فارق مع ميسي اطلاقا. واضح من خلال المتابعات دي ومن خلال كمان مساحات اليوم ان هو ما حضرش، فبالتالي ميسي يرغب في تحدي جديد، وفي الغالب هيكون في مانشستر سيتي بعد تواصله مع جوارديولا. لكن الامر دلوقتي يعني بيتعلق بالعقد وبنوده وازاي الامور هتمشي خلال الفتره الجايه بالنسبه لليونيل ميسي. خلينا كمان نروح للخبر اللي بعده، ودي صوره مؤثره جدا جدا، ومن خلال بليتشر فوتبول الصفحه الرسميه ليهم على تويتر، واللي نشروا صور لمشجع صغير لبرشلونه بيرتدي قميص ليونيل ميسي، وكان في انتظار وصول اللاعب النهارده على امل استكمال مشواره مع الفريق، لكن للاسف ما وصلش ليونيل ميسي. واضح علامات الحزن في الحقيقه على هذا اللاعب، وطبعا طبعا حقه ان هو يبكي ويزعل، لان بيتكلم في احسن لعيب في تاريخ الكوره تقريبا ليونيل ميسي، ان هو هيمشي من فريقه المفضل واللي هو مرتبط دايما بيه على مدار 16 سنه فاتوا. ممكن يكون المشجع ده اصغر طبعا من 16 سنه كمان، لكن يعني لما وقع الدنيا شاف ليونيل ميسي بيجيب القاب وبيحرز اهدافه وبيمتع سواء هو او جمهور برشلونه، فصور في الحقيقه مؤثره شويه بالنسبه لجماهير برشلونه. لسه مع ليونيل ميسي، وده من جريده جارديان على تويتر، واللي نشر مقال للصحفي جوناثان ويلسون، واللي قال فيه دعونا ننسى الرومانسيه، لقاء ميسي وجوارديولا لن يجعل السيتي افضل، وده تكهن بالنسبه له او قرايه للمشهد. قال ان في حاله انضمام ميسي لمانشستر سيتي ده مش معناه ابدا انه مع جوارديولا هيقدروا يحققوا كل الالقاب اللي هم بيتمنوها، وابرزها طبعا لقب الشامبيونز ليج. فبيقول لك ده ما يساويش ده، مش شرط خالص. هو طبعا كره القدم ما فيهاش يعني حاجه اكيده او حاجه مسلم بيها، لكن في كل الاحوال انضمام ميسي لمانشستر سيتي مع المجموعه اللي موجوده من اللاعبين مع جوارديولا من افضل المدربين في العالم اكيد هيعمل اضافه، يعني ما فيهاش نقاش اطلاقا. لكن هل الاضافه دي ممكن تجيب او تاتي بنتيجه بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بينتظرها طبعا جمهور مانشستر سيتي ولا لا؟ لكن خلينا نروح كمان لحساب جول على تويتر، ونشر صوره لميسي بقميص مانشستر سيتي، وتساءل ميسي وجوارديولا هل يحدث ذلك؟ النسب الاكبر بتقول ان ده هيحصل، بتقول ان الموضوع بس موضوع وقت وهينضم ليونيل ميسي
ليه مانشستر سيتي ويكون في كتيبه جوارديولا مدير الفني الاسباني واللي كان متواجد في فتره توهج ليونيل ميسي في برشلونه. لكن احنا اكيد مستمرين في الحديث عن الجزئيه دي لحد ما يتم الاعلان الرسمي عن الجديد بالنسبه لليونيل ميسي. خلينا نروح ل